السلام عليكم. طبعا هذا الموضوع يخص ال HTML style CSS، كل الخاصيات اللي استخدمناها من style تغيير لون او background او تغيير border، هذه الخاصية تخص لغة ال CSS. طبعا لو نجي هنا انه توجد عدة طرق لاستخدام ال CSS، ممكن اني استخدمها بطريقة ال external، ممكن استخدمها بطريقة ال internal. من الأقرب والأفضل؟ الأقرب طبعا للموقع تكون الانترنال، بعدها تكون الاكسترنال. مثلا راح أوضح بهذا الفيديو، طبعا ما راح ناخذ لغة CSS لا، لكن راح أوضح الفرق بين الاكسترنال والانترنال. أنا ممكن عندي اكسترنال CSS، يعني ملف CSS منفصل عن هذا الملف، مجرد السلعي راح ينفذ لي. أيضا بنفس الوقت أنا كاتب كود CSS internal داخل هذا الملف ال HTML، فمن الأقرب؟ الأقرب هو اللي داخل هذا الملف، فهذا راح ينفذ إذا كانت الصفات مشابهة. مثل هنا عندي background وهناك background، فراح ينفذ الباكجراوند الموجودة داخل هذا الملف. واضح؟ شلون نكتب كود ال internal حتى يفيدنا حاليا قبل ناخذ لغة ال CSS؟ أنا مجرد ما أجي هنا بالهيد، داخل الهيد خلي تاج اسمه ستايل بهذا الشكل، ما راح ناخذ لغة ال CSS بدورة منفصلة، لكن هاي حتى نتعلم انه شلون نستخدم تاج الستايل داخل ال HTML. ممكن اخلي بادي، راح اقول له بالنسبة للبادي سوي لي هذه الصفات. ممكن اقول له بالنسبة اي تاج اسمه H1 سوي لي هذه الصفات. بالنسبة للبادي شنو هي الصفات اللي اريدها؟ خلي احذف الصفات منها ما نكتبها بيدي هناك. ممكن بالنسبة للبادي انا اريد background، انا راح اقول background color orange. بالنسبة لل H1 انا اريد يكون text align يكون بالليفت. تمام، لو اجي داخل الموقع اسوي له refresh، نلاحظ انه اصبح read وال H1 المفروض يصبح left. لاحظ من الأقرب لل H1 الانترنال اللي داخل تاج الستايل أم الانترنال اللي داخل التاج نفسه؟ أكيد الانترنال اللي داخل التاج نفسه راح يقدر يوصل لأقرب، لذلك نفذ السنتر ما نفذ left. فلو نمسح السنتر راح ينفذ left. جي أسوي له رفرش، لاحظ انه الخط ظهر لي بالجهة اليسرى. هاي كيفية تنفيذ تاج الستايل، فقط هذا اللي مطلوب. انه شلون نكتب بادي؟ نغير اللون، نغير الخط، اقول له فون سايز مثلا 24 بكسل، سوي له رفرش، لاحظ انه تغير لون تغير حجم الخط ولون الباك جراوند ايضا. خلينا نسوي واضح هذا اللون مثلا. تمام، نتغير عندي حجم الخط ولون الباك جراوند. هاي بالنسبة لكيفية وضع ال internal CSS داخل ملف ال HTML، يعني راح يكون عندي single HTML pages. تمام، هنا عندي ال external اللي هو راح يسوي ملف خارجي بالنسبة لل CSS ويستدعي عن طريق tag اللينك. طبعا هنا طبعا كل هذه الاكواد تخص السي اس اس، راح ناخذها داخل دورة السي اس اس. المهم اللي افتهمناه تغيير الالوان والاحجام ونوع الخط والتكس الاين. ممكن الكلمة هذه تكون يعني يسرى او يمنى او وسط الصفحة. هذه اهم الميزات الموجودة بالسي اس اس اللي نستخدمها دائما، وإن شاء الله بدورة جديدة راح ندرس CSS كل تفاصيل. إذن إلى هنا خلينا نوقف هذا الفيديو ونتقل إلى فيديو آخر.